السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. ثواني عشان نوصل الشاحن. ايوه، ونشوف الناس جات ولا لسه. اهلا اهلا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تمام حبيبي، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اهلا بالشباب، منورين. خلينا بس ايه، ثواني يا شباب. تمام، طمنونا عليكم، اخباركم ايه؟ هنمشي ونذهب من هذا الطريق المتعارف عليه. وحشين يا رجاله، ايه الاخبار؟ النهارده الدنيا حر، الجو حر النهارده. الشمس هنا، الجو هنا في فيلادلفيا حاجة غريبة جدا، البرد برد والحر حر. يلا بقى يا حاج، يلا يا حاج، الحاج يلا اهو. البرد برد يعني، في الساعة بتلاقي ساعة وفي الحر بتلاقي حر، حر ولا دولة إفريقية حتى. السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أنا مش شايف، ادوني دقيقة كده وهشوف الكومنتات عشان أنا مش شايف حاجة صراحة يعني. عليكم، ايه الاخبار؟ طبعا الواحد اطلق اللحية كده اهوت، امشي كده اهوت. نشوف حتة ظل ولا حاجة، 5 دقايق او 10 دقايق كده معاكم، وبعد كده نتوكل على الله على الشغل. ايوه، دل 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 دل، وجدتها، لقيت الدل. ايه رايكم؟ مش كده احسن؟ يا عم يا عم، التليفون بقى، حرام عليك. معلش انا ما شفتش الكومنتات، خلينا نشوف. فادي اهلا يا فادي، سامي منور حبيبي، يا سمسم، محمد احمد، مساء العسل، علي مساء الفل حبيبي يا علوة، احييك من سوهاج، احمد عبد الرحيم حبيبي، يا ابو حميد، ياسمين فاروق اهلا ياسمين، ازيك، ربنا يخليك. حاضر ياسمين، عناية، هرد على سؤالك. حاضر. صاحبك لا شغل ولا لسه؟ ان شاء الله ربنا كرم، ربنا ييسر امور، ممكن النهارده يكون او بكره، ربنا ييسر، ممكن يكون ينزل شغل يعني، في حد يكلمه ان شاء الله. فادي انا خلاص حجزت يوم 8/1 ان شاء الله، ولا 1/8، 1/8 خلاص، طيران تركي. طب تمام زي الفل، ماشي يا شادي يا فادي، بالتوفيق يا فادي ان شاء الله، يلا تيجي بالسلامه يا بطل. أشرى عبد الرحيم، أشرى عبد الرحيم، أعتقد اللي أنت أشرى، أو أنت مغربي صح؟
انا اسمك فات عليا قبل كده، مظبوط. الستيكس عامله شغل يعني، بس حبيبي يا سمسم ربنا يخليك. لو حد اخذ الفيزا سياحه وراح امريكا بيلاقي شغل بسهوله؟ اكيد السياحه طبعا شغلها صعب شويه، تمام. والخمس سنين ما ينفعش تروح وتيجي براحتك، لان انت ليك 6 شهور تدخل فيهم البلد وتطلع، بس ما تروحش بقى تقعد 6 شهور في البلد وتطلع وتقول لهم انا جاي سياحه، يبقى انت كده بتصيع عليهم يعني. لو انت واخد فيزا سياحه 6 شهور ورحت قعدت في البلد 6 شهور كاملين ونزلت في اليوم اللي هو اخر يوم في ال6 شهور ورجعت كسرت اسبوع ورجعت تاني، بيعرفوا اللي انت بتشتغلهم وانت بتيجي تشتغل في البلد، فممكن يكنسلوا الفيزا بتاعتك ويعملوا لك بان، يعملوا لك حظر كمان. ازاي محمد عامل ايه؟ تمام والله يا سامي ربنا يخليك. حاضر يا علي حنايه. اسعار الشغل اللي جاي سياحه اكيد اقل من اللي معايا ورق. انا ناسي اربط الحزام، عندك حق والله. ماشي يا عم، مش هنزل المره الجايه يا عم فادي. الوضع سيء جدا، مفيش طرق هجره، دكتور كريزي، دراسه مش بتحتاج شرط لغه قويه. حاول تجتهد يا كريزي شويه، ابحث شويه يعني، واخد بالك؟ انت حاول تدور شويه، في حاجات بتبقى منح وحاجات نازله، فانت حاول تبص على القصه دي. عبد الرحمن شروش، انا لما اتفرج عليك بحس اني عايش في امريكا والله. انت بتديني حماس حبيبي والله العظيم. اقول لك على حاجه، دي اكتر حاجه بتسعدني وتفرحني لما الاقي رساله جايه كده يعني. الله تسلم يا عبوده، صراحه يعني كلمه بتفرحني. انا بحاول اعيش كل وضع بحلو بمره يعني، انا ما بتكلفش في اللي في البتاع، اللي انا بلاقيه قدامي بقوله يعني. مظبوط، عندي ذاكرة قوية. تمام يا أسرة، أنت قلت لي أنت منين من المغرب؟ أنت قلت لي من فاس ولا منين؟ ده بتطلع جار مصطفى صاحبي، مصطفى من وجدة، حي النصر. مصطفى صاحبي، مصطفى المغربي من وجدة حي النصر. يلا يمكن يجي يوم من الأيام إن شاء الله نيجي نزورك يا درش. هل أصبح التقديم بجواز السفر؟ التقديم بجواز السفر دلوقتي، لازم جواز السفر. علي بيقول ايه الحل لما أروح سياحة وعايز أستقر هناك؟ هو في سياحة بتستقر هناك؟ مفيش الكلام ده طبعا يعني. صعب، لازم يكون معاك ورق. قصة السياحة يبقى أنت هتروح وتيجي، وما ينفعش تقعد كتير هناك عشان ما تتلغيش الفيزا بتاعتك. مهنة الأمونيوم مؤهلة للسفر؟ يعني إيه مهنة الأمونيوم يا أبو حميد؟ أنا والله ما أعرفها يعني، قول لي إيه هي. معظم المنح والهجرة بتشترط أيلتس. طب هنعمله بس يا كريز، ما هو دي القصة. في حاجات بقى بتطلع تبع السفارة كده بياخدوا أي حد، فأنا مش عارف صراحة فيها يعني، ما افتيش فيها قوي. عبدو عبدو، احلى مسا عليك يا دكتور، متابعك من اليمن حبيبي عبوده، تسلم لي انت وكل اهل اليمن. حاضر والله العظيم، هرد اشوف السؤال وارد يا ياسمين. حاضر اكيد والله، انا عايز ارد عليكم كلكم. عبد الرحمن شروش، انا بحبك قوي والله. والله يا بودة انا بحبك كمان يا عبوده، تسلم لي عسل. احمد 2019، الحمد لله رب العالمين. الالمونيوم، الامونيوم مطابخ وشبابيك، طبعا اكيد ليها شغل، شغل كتير كمان. شغلها عالي هنا كتير خالص. طب ما تقول لنا حل، اخدت السياحه بعد كده اخلص ورق ايه عشان استقر ولا لازم جواز؟ لازم جواز طبعا او دراسه، هي دي القصه يا علي. علي ديب، لازم جواز او دراسه. هم محتاجين ممرضين ولا لا حبيبي يا عمرو؟ مرحبا اخي يوسف، كيف؟ الحمد لله، لان انا نراك بخير. انا ايضا من المغرب في مدينة فاس. انت من فاس، مغربي كمان، اخواتنا حبايبي المغاربة.
كنبغيكو بالذات والله، على رأي على رأي مصطفى. تمام. لقد أصبح التقديم بجواز السفر، هل هناك حظوظ السنة المقبلة؟ قال لي إن يقصى العديد من الغشاشين. أيوه برافو عليك، هو كده قلل، هتلاقي الأعداد كتير جدا 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 قلت، ده 100% هتلاقي الأعداد قلت، فده خبر مفرح للناس، لأنك أنت لو كنت بتقدم في وسط مليون ممكن يبقى 500,000، فالفرص بتاعتك بتزيد أكتر، فده شيء كويس. اللي معاه جواز سفر واللي صالح يسافر هو اللي هيسافر. انا ان شاء الله انا عملت مقابله انا وزوجتي، الحمد لله مقبوله نصيحتك للمقبلين على امريكا وخاصه متزوجين. يعني انت خلاص ربنا كرمك وجاي يا اشرع عبد الرحيم، تمام زي الفل، يلا بالتوفيق ان شاء الله. نصائح خاصه كل حاجه، ما تبص عندي في الفيديوهات اللي ورا شويه هتلاقيني كاتب كل حاجه، يعني انا متكلم في كل حاجه، كنت كاتب بنود كده وطلعت دردش معاكم فيها قبل كده، فشوفها، خش بص على الفيديوهات كتير جدا على فكره ورا في اول ما بدات القناه عندي. هي دراسه طب بشري تكلفتها قد ايه في السنه؟ والله غاليه، يعني ممكن 40,000 50,000 60,000 كده يعني. طب وشغل ضبط الزوايا بتاع العربيات مطلوب برضو يا علي؟ اي شغل مهني وحرفي مطلوب. الحمد لله. الحمد لله. عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، عشان لما ربنا ييسر كده وانزل ويكون في نصيب انزل الدول العربيه، يعني عايزين نشوف بقى هنستقر عند مين. انا لو نزلت هاخدها من المغرب للمشرق كده وانا نازل، يعني لان اقرب بلد اقرب بلد لمين؟ لامريكا المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، واحنا ماشيين كده. يهدوكم الله ويصلح بالكم. جنيه بتاع دولار يا وورد ستارز؟ دولار. انلاكي؟ لا لا لا، حبايب المغاربه هم اتظاهروا. تمام، انت في مدينه ايه؟ انلاكي. عايزين نظبط كده يا جماعه معاكم، يعني نبدا بس ايه، نظبط الهوستل، يعني نظبط بقى الاقامه عندكم. مين بقى هيستضيفني في المغرب؟ ومين في الجزائر؟ ليبيا مش عارف لينا حبايبنا في ليبيا ولا لا. حبيبي ربنا يعزك. يلا نبدأ بالمغرب يا جماعة. مين؟ ما هو فين؟ تعرفونا يا جماعة انتوا منين يعني؟ تعرف كده نشوف الناس الموجودة معانا منين دلوقتي. الدار البيضاء، تمام زي الفل، حلو تمام. كازابلانكا يعني، تمام زي الفل، والله نفسي ازورها. كورة كل يوم، النوفرية محطة اتنين، تمام زي الفل. لا كفاية كفاية نوفرية محطة اتنين، ارجع اشوفكم بس. عبدو انور عنده، حبيبي ربنا يعزك. اليمن السعيد طبعا، اتمنى ربي ترجع زي ما كانت واحسن ان شاء الله. الاخ الفاضل اللي كان معايا استقر الحمد لله رب العالمين، ولقى سكن والدنيا تمام، بس الشغل بنظبط له حاجه اليومين دول ان شاء الله. القطاميه محطه، حاضر عناي. تمام زي الفل ما شاء الله. يعني اللي بيقلش دلوقتي هم المصريين. يلا ها، مين حطت الرمل من عند مكتب اللي ضاعت من عنده التذكره؟ تمام يا مان. تمام زي الفل. انت من اسفي، تمام زي الفل يا اوترا، زي الفل، كلنا نصيب ان شاء الله ونزوركم باذن الله. وصراحه اول حد انزل المغرب لازم ازوره هو مصطفى صاحبي، يعني دي مش عايزه كلام. وبعد كده نبدا ايه، نتحرك في البدايه. الجزائر برضو نشوف حبايبنا يعني.
اشوف، وانا ما اعرفش لسه، ما حدش من الجزائر عزمني. هو كده غالبا معظم المغاربه هم اللي عمالين يعزموا فيا، انتوا مش عارف يا بقيه العرب مش عارف راحوا فين يعني. المفروض ان انا لما انزل اعمل معاكم فلوجات بقى، يعني اعملوا حسابكم، انزل المغرب هعمل معاهم فلوجات. الموجود اللي هنتقابل ان شاء الله لو في نصيب، بتوع الجزائر برضو كلنا نصيب ونتقابل ونعملوا فلوجات سوا كده يعني. انا كطالبة هحتاج حوالي كام الايجار والمصاريف الشخصية كل شهر؟ الايجار ومصاريف شخصية ممكن في حدود 1500، 1500 مثلا يعني، ايجار ومصاريف شخصية. انا منين؟ من اسكندرية، من العمرية، صقر العمارنة، جدة تنورنا. اهلا اهلا حبايبي، اهل مكة حبايبي، تعالى اسكندرية طبعا، لازم اجي اسكندرية، دي مش عايزة كلام يعني. اسكندرية حبيبتي اساسا. اتعلمت الانجليش قبل السفر ولا لما وصلت وخد وقت قد ايه؟ لا انا متعلم انجليزي من وانا اولى اعدادي الحمد لله، اللغات كنت بثقلها هنا بس الحمد لله رب العالمين، ما عنديش مشكله في قصه الانجليزي، ومالكش دعوه بالباقي. حاضر يا عيل وعينيا، فسحه اسكندريه عليه كمان. موجود حاليا بالكويت، الكويت ومعايا اقامه عمل سريع، ده بيساعد في القبول بفيزا. اه طبعا هيساعدك، اللي في الدول الخليجيه لما يقدموا على فيزا سياحه اه ممكن تتقبل. شباب باقي من الزمن دقيقتين و 13 ثانية، 12 ثانية، 11 ثانية، 10 ثواني. ليه بقى؟ لأن احنا لما بنطول الفيديو يبقى الناس اللي تيجي بعد كده بتزعل مننا، يقول لك يا عم انت طالع نص ساعة وبتاع، ومين اللي هيتفرج، والباقة والحكاية والرواية والغلب والفقر، آه كتير. لو جيت أمريكا ممكن تقابلني هناك وهسألك على بعض الحاجات، تشرفوا بالسلامة عليا. حاضر ما عنديش أي مشكلة خالص، لو في نصيب إن شاء الله كده نتقابل، ما فيش أي مشكلة، ربنا يوفقكم بإذن الله. إحنا عنينا، بصوا يا جماعة، اللي أنا أقدر أساعده من أي حد مصري أو عربي والله العظيم ما هتأخر، والله ما هتأخر عنه أبدا، لو في مقدرتي أنا مش هتأخر على حد منكم نهائيا، كونوا متأكدين، بس يكون عندي الوقت ويكون عندي المساحة اللي أنا أعرف أتحرك فيها، وساعتها يعني لي. هيثم مصطفى حبيبي، هيثم اخبارك ايه؟ تحت امرك يا ورد. عناية. ايه الاحسن اقدم بعد الثانوية؟ يا جماعة اللي عايز يستفسر على حاجة، صفحة الفيس عامر يوسف على الفيس، يبعت بس رسالة على البتاع يستفسر عليه. اللي بيطلب الرقم والكلام ده كله مش هقدر والله مع الاسف اديك رقم، بس انت لو محتاج حاجه وفي امر ضروري صفحه الفيس موجوده، ابعت لي رساله ومين مفضى هتلاقيني برد عليك. لينك بتاع الفيس، حاضر يا علي. لينك الفيس اكتب عامر يوسف، عامر يوسف، اي ام اي ار يوسف، واي او يو اس اي اف، هتلاقيها ظهرت لك بصورتي، انا حاطط صورتي. انا لو طالب جامعي 4 سنين وانا لسه في بداية سنة تانية ان شاء الله هينفع لي اقدم في اللوتري، مع العلم انه واخد تأجيل الجيش؟ طب اني طالب 4 سنين لسه في بداية. تمام زي الفل ليك يا عبد الرحمن، تمام لو كده تمام يعني، توكل على الله. الجو حلو عندك؟ الجو النهاردة حر، بس يعني مجرد ما تقعد تحت شجرة كده او في ظل الجو روعة يعني. خلينا نوريكم الناحية التانية أهو، ده عموما إيه بقى؟ ده البارك، بارك كده قريب مننا، تمام يا شباب. في حد ليه سؤال تاني قبل ما اختم اللايف؟ انا لو اتقبلت في الجيش وسافرت هيطلبوني؟ لا لو سافرت في سنة تانية وانت في الكلية محدش هيطلبك، غير كده هيجيبوك من قفاك. يا ده للأسف يعني، احنا ما بيعتقوش، ما بيعتقوش.
خليني معاكو والله يا علي، يا ريت والله العظيم، يعني انت عارف عناية ليك، بس القصة كلها الوقت، مرتبط بوقت ومرتبط ان انا لازم اروح شغل. الغطاء الاخضر متوفر وده مش موجود في مصر حاليا. اه طبعا يا هيثم يا مصطفى. معدل الرواتب كام؟ احنا قلنا على حسب الولاية اللي انت فيها. في نيويورك الرواتب الحد الادنى 15 دولار، الحد الادنى في الولاية اللي انا فيها حوالي 7.5 دولار. شوف فرق السما الارض. بس الايجار في نيويورك ب 1600، الايجار هنا ممكن ب 800 ب 900. انت الفكرة وصلت؟ ففي نسبة وتناسب في كل حاجة. طب يلا عشان فاضل دقيقة كده خلاص، الفيزا السياحة للطالب احسن ولا العمل في شركة احسن؟ الطالب ده لا غالبا عارفين ان هو هيخلع، يعني اللي في شركة افضل طبعا، عشان الطالب عارفين ان هو كاره البلد وقرفان من البلد باللي فيها، فعاوز يخلع ويهرب ويشتغل ويعيش حياته، ان كان هيتجوز ان كان هيعمل اي حاجة. انما عارفين الموظف ممكن يرجع ممكن ما يرجعش، لو شغال في وظيفة كويسة ممكن يرجع، مش شغال في وظيفة كويسة انا واحد رايح لهم مثلا، معذرة في الكلمة، يعني شغال شغلانة مثلا نقول ضعيفة، الراتب بتاعها 1000 جنيه ولا 1000 وشوية، وراح يقدم على سياحة، ده مستحيل مستحيل انه يتقبل. محتاجين شغلانة تكون وضعها كويس. انا فزت السنة دي، ايهما افضل، اوصل انا الاول وادور على سكن ولا الاسرة كلها؟ افضل تيجي انت الاول وتدور على سكن وتظبط دنيتك وبعد كده تاخدهم. لو حتى الطالب معاه حساب في البنك، لو حتى معاه حساب في البنك. هل في وظيفة حجز تذاكر الطيران كويسة هناك؟ وهل يحتاج شهادات ولا معتمد على الخبرة؟ لا طبعا لازم شهادات، أي حاجة هنا في البلد دي بشهادات، ده العامل بياخد شهادة. طيب أنا بقى أطلع لايف كمان بكرة إن شاء الله عشان أنت وحشتنا حبيبي يا عبد الرحمن، تسلم لي يا بودة، أنا بحبك يا عبده. أتمنى لك كل خير أستاذ عامر حبيبي يا هيثم مصطفى. كده نكون وصلنا لنهاية اللايف النهاردة، أتمنى إن إحنا نكون أو كنت ضيف خفيف عليكم. ودايما يا رب كده يكون الود موصول. تحياتي لكم جميعا في كل الدول العربية وكل متابعيني في أي بلد وتحت أي سماء. تمام، لو حد ليه سؤال أنا معرفتش أرد عليه، صفحة الفيس أنا قلتها لكم إن هي موجودة، هي اسمها عامر يوسف بصورتي. خش وبعت لي السؤال بتاعك على الخاص، أول ما يجي لي وقت وألاقي نفسي فاضي هتلاقيني برد عليك. طالما ما ردتش عليك أعرف إن أنا أكيد مشغول او في حاجة انا ملخوم فيها، فمعلش فالتمس لي العذر. بس بإذن الله والله العظيم لما بقعد فاضي شوية بمسك الفيس اتن ادور على الناس اللي بعتها وابعت، يمكن توفيرا للوقت بحاول ابعت رسائل صوتية عشان يعني ايه تجنبا ان احنا نكتب الكلام ده كله. فعنالك اي حد ليه سؤال يتفضل يسيبه وانا تحت امره. يلا اشوفكم على خير المرة الجاية، السلام عليكم.